ارجع وياك لقضيه البصره. نعم. ذكرت لي اياها، قلت لي اكو عصابات بالبصره طلعت. كان يعني كان مجبور المالكي في تلك اللحظه يقاتل عصابات اجراميه في بغداد وتفجيرات والى اخره، يعني يفتح جبهه مع جهه مسلحه كان لها ارتباط سياسي اللي هي التيار الصدري. تلك الليله الكثير من قال انه تحرك المالكي بصوله الفرسان على البصره هي كان الاحتكاك مع التيار الصدري. ابدا لم يكن لهذه الصوله عنوان يستهدف فيه طرفا سياسيا معينا ابدا. شون؟ لكن الوضع الامني، من قاتل العذب البصره؟ قاتل العصابات. تسمعت انه هو وصل مرحله حتى المكان اللي اجى به بالبصره استهدافه بالصواريخ؟ نعم تم استهدافه. رادي تم اغتياله اصلا. هم راحوا قليلين جدا معاه، يعني هو وكم شخص معاه، يعني يكاد ان لا يصلون العشرات، يعني ما اريد اقول لك المئات، يعني من انقل لك حقائق لم اقراها، انما سمعتها من صاحبها الاصلي من لسانه ومن فمه بالضبط، يعني ناقل لي الواقع بما حصلت. ذهاب الى البصره كيف يقول ويستطيع ان يجسد المحافظة على دولة القانون وأن يبدأ ببناء دولة واقتصادها في البصرة التي تمثل هي البوابة الحقيقية لموضوعة النفط، وهي العصابات كانت مسيطرة على النفط، مسيطرة على النفط، تلعب بالنفط وتهرب النفط واكتشفوا أنابيب ممدودة من الآبار إلى مناطق تبعد أكثر من 40 و50 كيلو خارج البصرة، ولربما ما شاء الله يصل إلى محافظة الناصرية، وكانوا يأخذون من عندها هوزات ويصعدون بالتريلات وتطلع. هسه هذول منو؟ أنا ما معني في أنهم ينتمون إلى كتلة سياسية أو جهة سياسية، بقدر ما أقول أن هذا العنوان صولة الفرسان خرجت لفرض القانون. هذا القانون قد يشمل من هو ينتمي إلى التيار الصدري فاسد، كما نشاهد الآن تبرع السيد أكثر من مرة، الصدر تبرع أكثر من مرة من فاسد ينتمي إلى التيار الصدري، قد نجده ينتمي إلى حزب آخر، حزب الدعوة، أي كتلة سياسية شيعية أخرى على أساس الجنوب شيعي. فبالتالي القضية لا تستهدف سياسيا ولا تستهدف كتلة سياسية بقدر ما أنها تستهدف فرض القانون، وفعلا تم فرض القانون في تلك المحافظة وتمت السيطرة عليها بشكل على الرغم من كل الصعوبات. وبالمناسبة هناك موقف عشائري حقيقي كان قد يعني بعد التعرض السيد المالكي إلى محاولة الاغتيال والصواريخ التي تم يعني توجيهها على المقر اللي كان قاعد به، كانت هناك أطراف أيضا قد قامت بدعم معنوي كبير وهبت لنصرة فرض هذه الإرادة الحقيقية لفرض القانون. أرجعك لبيان لسيد مقتدى صدر آنذاك، قال أنا معطي قبل أسبوعين أو 10 أيام تجميد الجيش المهدي بهذه المناطق، وعملية صولة الفرسان وذهاب المالكي إلى البصرة بهذه الطريقة اعتبروه طعن بالخاصرة، ونص البيان كان يضمن أنه أنا مجمد الجيش المهدي، ليش أنتوا واجهتوني بهذه الطريقة؟ والله هل كان احتكاك سياسي؟ أشوف دكتور، لأن البيان كان مخالف. هسه هذا البيان قد يأتي يعني أنا ما أقدر أنفيه، لكنه أيضا قد يأتي منسجما مع ما سأطرحه. أتصور أنه أيضا أنا هم عندي معلومات تقول أنه هناك اتصال قد تم قبل البدء بصولة الفرسان ما بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر على أنه يابا أكو عندنا هكذا، لأنه تعرف أنت الاتخاذ إيش قرار، وكان القادة الشيعة يعني في وقتها لم يكن بينهم خلافات واضحة إلى العيان، لأنهم نزلوا في قائمة الائتلاف الشيعي الموحد صح في أول قائمة، فكانت الأمور ماضية بشكل طبيعي يعني سلس، فيتم التعاطي مع كثير من الأخوة والقادة في الإطار يعني في الائتلاف الشيعي الموحد في وقتها، وقد أعلم وأبلغ كل الأطراف الشيعية بأنه سيتجه إلى البصرة لمحاولة السيطرة عليها من تهريب النفط وبعض العمليات الإجرامية. أحد الأطراف أنه سماحة السيد مقتدى الصدر قد طلب منه إذا كانت لديه بعض الأسماء ولديه كونه يعني يشمل التيار الصدري، عليك مؤشر عليهم، لديك مؤشر عليهم، فبالإمكان أن تعطينا أسماءهم وتزودنا إياهم حتى نتحرك عليهم ونلقي القبض عليهم إذا يعني كانت فرض القانون بشكل حقيقي. وأتصور أنه تمت الموافقة على هذا الأساس،
لكن هسه العملية السياسية فيما بعد يحاول أن يستغلها البعض ويعتقد أنها استهداف من قبل الطرف سين على الطرف صاد. تعرض المالكي إلى كثير من هكذا اتهامات من قبل التيار الصدري ومن قبل بعض الأطراف الأخرى، لكن الواقع لا بد أن يعرف بحقيقة. عجبتني قضية قلت لي أنا أناقش الجانب السياسي وما له علاقة به باللي يدور. نعم. بالجانب السياسي، تعتقد قضية صورة الفرسان اللي صارت في 2008 هي لحظة كسر العظم ما بين التيار الصدري وحزب الدعوة؟ لأن اليوم كذا ما يقعدون على طاولة واحدة. لا، سياسيا كقادة الخط الأحمر ما وقف المالكي من صولة فرسان اليوم لا، بدليل أنه كانت حكومة السيد المالكي فيها يعني من التيار الصدري خمس وزراء وسحبوهم. خمس وزراء هذا الاستحقاق يعني، بعدين سحبوهم هسه سحبوهم، ولكن في المرة الأخرى رجعوا أيضا يعني ما سحبوا يعني بالفترتين للولايتين للسيد المالكي لا يوجد ممثل للتيار الصدري على الصعيد الحكومي بفترة السيد المالكي. لا مستحيل، أنا أجيب لك أسماء كثيرة كانت في الولاية الثانية. خمس وزراء انسحبوا بعد ما رجعوا، انسحبوا لفترة لكنهم استبدلوا وارجعوا ب هم من التيار؟ نعم من التيار. نعم من التيار، يعني واحد احد معتهم كان مثلا سيد محمد الدراجي يعني كان وزير الاعمار والاسكان، يعني هذا من التيار الصدري، وكان كثير ايضا الان لربما لا تستحضرني الاسماء، لكن وجودهم كان موجود في الحكومه، في حكومه السيد المالكي الحكومتين الاثنينات. فبالتالي هم يعتقدون ان هذه الحمله هي التي سببت القطيعة أو الخلاف ما بين التيار الصدري وحزب الدعوة، لكن اللقاءات مستمرة وكان الحديث مستمر، ولحد هذه اللحظة في كل لقاءاتهم يعني في كل تصريحاتهم على صعيدي يعني التيار والدعوة، أقصد السيد المالكي وسماحة السيد مقتدى الصدر، يصرحون أنه لا وجود لعداء حقيقي بينهما، لكن القضية تم تشييسها لأغراض سياسية حتى يستفيد من عدها الشعب يعني أن بعض الأطراف في الجانب الانتخابي. نعم قد شيست من قبل التيار الصدري.